صباحكم ابوي هم بعويس، المصريين يسمونه منقع عويس. ابوي هالدنيا كلها ناكلنها علينا اليوم يونس ولد محمد رسول. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وش حالكم؟ حاكم. كيف انتم؟ الحمد لله. تولعت عليكم. الحمد لله. باكر وين بتغدى؟ كلني. وبعدين؟ حبيبة. لا حبيبي، حبيبة ماتت الله يرحمها. وكنيش توفى الله يرحمه. بيروح بيت زنيد. صلاح حبيبي بس عليك. 24 ساعة مشغلنا. بدي. حسب. شو لحمة؟ خلي ولدي هذا. زين، بكرة شو تبغى غدا أنت؟ صالونة. صالونة شو؟ يوس. صلاح مستقر لك على راي واحد، شو تبغي باكر غدا؟ صالونه شو؟ بوس. لا صالونه مكبوس ما يستوي. لا يا صالونه يا مكبوس. شو حيله؟ لحم. صارت لحم. ايوه بس غير ما تبغي شيء؟ لا. سلطه؟ اي. شوربه؟ شوربه. بينا ضيف من عمان. ايه قال ما يبي لحم. ثاني. هي ثاني يعني هو نسوي له سمك وانت لحم. ايه نسوي له مونتين. ايه فالك طيب. انت ريت انه ضيف يتشرط؟ ايه. وين هي بعد؟ كذوب انت استويت. صلاح تعلمت الكذب. شو برنامجك بكره؟ الصبح وين بصير؟ صبح؟ هي بزين. بصير بيت زنيد؟ ايه. صبح؟ لا لا لا. صلاح 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 ركز حبيبي ركز. الصبح بكره وين بتصير؟ هني. بتي عندي انا. ايه. وعقب؟ سيدة. عقب بصير تسوي حمام. حمام. حمام مغربي. ايه. زين وعقب؟ شوي 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 يقلب. وين؟ بتصير تتكلم بيت زنيد. ايه سمح عليك. مشرف. وعقب المشرف؟ ايه. بتي عندي تتغدى. ايه. بتتغدى ويا الضيوف اللي جايين من وين؟ من عمان. عمان. من عمان. ايه. من عمان. هبتن صلاح. نعم. نعمين. زين الضيف باشر معزر يبه سمك وملزم. ازين. شو رايك انت؟ كل الناس يقولون لك هني تليفون لا تحطه. حطه في المقبلة تحت ما بزين يقولون. زين مليون رسالة تقول خلوا صلاح حطه تحت. ايوه يقول حق الجماعة كلهم تراني انا ما اعرف استعمل السناب، اعرف بس افتحه. اعرف افتح السناب. حسام منو تكلم انت؟ العين. من العين؟ من العين. العين ايه زين علي. لا زين. عشان بتستوي تبقى. كم صلاة كم صلاة. عشان صلاة بلا صوت صوت. يقول لك عندك صوت. شو يقول؟ عدالك شيء صوت مزعج. يقول لك شيء يشتغل عدالك خليه بندونه مزعجنا. ايه سوري سوري صراحة. شكرا شكرا شكرا. صوت صوت. صلاح منو تكلم تبو؟ ما حد عين. منو شو اسمها هاي؟ شيخة. شيخة؟ شيخة ولا خيخة؟ خيخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير. بتقول وين مهوي رحينا نص النهار؟ ابوي انا ساير عزل مهانده في المشرف. تويرتي بهالقوايل مبل على الفاضي طالعه ماركم شيء مسيد عدال خيمه العزل. يعني بتازم حي وحاي وبيع مسابيح. بصلي صلاه الجماعه عندهم الظهر وبويحهم في المسيد وبسلم وباخذ مني. وساير نص النهار لان الوادم شويه خف حينه ما شيء طويل وعالم وايد. انا بعد يوم اشوف الوادم اتخادى. هالقطر وهالكويت وهالبحرين يقولون اتعومس يوم يشوفون الناس حد من العرب يتعومس. يعني المقصود في الحديث انه يعني
اللي يتخادى ويخيل من الضويل يقول عن عمره أنا تعومس أو أنه تخادى شيء منها. يلا قايت عاد حينة أنا تقريبا وصلت بنام بسخلاف غريبة. يلا بنام بسخلاف عاد بنظهر وأنا ظاهر جل البلاد. لا إله إلا الله يوم الله يبارك الستر ولا يبارك العذرة. دغرت عليهم لأنهم توهم بيقيمون صلاة الظهر داخل الخيمة. حرام يا شيم الشباب اللي داخل عديبهم حوالي من 20 سنة ما شفتهم، حول من 20 أحيدهم شباب قدوا شواب وحليلهم أحيدة. دول في مدينة زايد كنا إيران بيننا وبينهم فتشة، ما فتشة فتشة يعني فريجهم يسمونه فريج المهاندة في مدينة زايد الأول ويسوق الذهب الحين. وأنا أقوله وأنه أقول عنهم وأنهم قدوا شواب والله ما يندرى بي أنا لحقتهم ولا لادمي ما أشوف عمره. العلم عند الله. هنا الله يحفظكم عزيات اثنين، عزة المهاندة في المشرف في أبوظبي وعزة حياة حسن بن دراي في الطوار في دبي. وإن شاء الله وكان الله كتب في العمر بده إن شاء الله باكر بنحضر أبويه العزة وبندي الواجب ولا جر عند الله. حفيظ هذا بشعري مشواي وصافي مقلع وهذا ها هالأبيض فوقه مكبوس رقم واحد أباك الحب على هذا عادة صافي صنيفي. هذا أبوي سوى مطفي زين مطفي رقم شو رقم واحد هي يا رك الله زين. يلا هذا شو مقلي هي وهذا شاي لسه مشوي زين حمص مجبوس هي هو وهذا صنيفي مطفي تتخاده صافي صنيفي حق المطفي والهامور الفوقه مجبوس والصافي مقلع حاف روحه والشعري مشوي. حفيظ هبتيس خلاف تتخادى شو بتسوي الحين فهمي ولا ما فهمي؟ ايه فهمي فهميه فهمي. يا رك الله فهميه زين. احنا بالريال هلا جايينا باكر من عيمان ترى ابوي الريال يا حفيظ ينقد على الملياري الملياري ينقد عليه ما فينا. مساكم الله بالخير. بخصوص السمك المساعي كان سمك ولا دياي ولا لحم يوم يجيك طازه وتبى تستخدمه في هاليومين اليوم وبكره مثلا تكلم طريقة حفظه أن يعيش يومين وهو طازف ما دخل فريزر مال اليوم انقفضنا منه عندك مال باكر ورا باكر. أولا لو دام كان سمك ولا لحم ولا دياي لازم ما يكون مغسول بماء أبدا لازم ما تطيح ولا قطرة ماء يعني كل ويبه تنحط روح اللي حق باكر واللي حق ورا باكر. مال اليوم خلصنا منه صح باجي مال باكر ورا باكر انزين. ينشرب صنية كان لحم ولا دياي ولا سمك ينشرب صني صني شرات هاي يعني ولا تبسي ولا دوري اللي هو يعني يتلحف بالرول النايلون هذا اللي شرات هذا ها اللي شرات شفته النايلون طلق هذا شيء من الرولات ترى اللي يستعملونه في المطابخ يلحفوا به وتقدر تلحف اللي والويبه اللي ويبه باكر ويبه اللي مالت ورا باكر لكن ما زاد عن يومين لازم فريزر الويب بويبته ويبت باكر ويبت ورا باكر ملحفه ومقرطسه ما يدخلها الهواء لكن عليه النايلون هذا هو تغدي رقم واحد. نحن الله يسلمكم ماخذين ودامنا مساعة طازه شو السبب نحن اللي جايينا باكر بيتغدى نقاد ينقد على الطير الطاير وما في ابوك يسي شهر بي باكر سرت عند ابو محمد وقصر فيه وسوالنا شيء مثلج يتحرانا جليل نعرف انتو بارك الله فيكم يزاكم الله خير ما بتقصروا ادعوا لي باليماله ادعوا لي باليماله قيس ما ترومون يزاكم الله خير. يلا يمان الله. مساك الله بالخير يا ابو محمد اسمعك تقول تتخاد يوم تشوف الوادم يا ابوك انت هل بالارض تتخادوا منك الجن تتخادوا منك وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. لا مساء الخير. لا مساء الخير. خير. زي وش خلصت تليفون؟ راح بيت. علي المصري وين؟ بيت. وين راح؟ وين بيتهم؟ دمشق. مصر القاهرة. القاهرة. هاي. لا على أبي. زيك سلام. وعه وجهك زين. أخبارك إيه وحش؟ تبست ايه هدايا وحيو هدايا يقولك بتصير تايلند يقولك بتصير تايلند ايه
خلي معاك؟ ايه انا انت خلي انا اجي معاك ولا لا؟ ايه انا مع ابي. مين؟ انت اجي معاك يعني تايلاند؟ ايه طيب وشاب ولا لا؟ طيب ايه لابس ايه دلوقتي؟ ها؟ لابس ايه؟ جينز. جلابيه ولا لابس جينز ولا لا؟ هدوم. هدوم؟ اه حلوه. لونها ايه؟ ابيض العيد. ابيض والشورت ابيض. اه يا سلام. انت بس شبشب الاحمر ولا مش لابس؟ لا ابيض. لابس شبشب ابيض كمان؟ خلاص لما تيجي خالد يبقى بعد مع شبشب. بعد فلوس يا صلاح؟ لا جايه. انت على طول ما معكش فلوس كده؟ انا عايز مستني منك فلوس. العيد داخل. ما ايه ده؟ ايه ده؟ ايه عشان نجيب خروف؟ ايه عشان العيد. ايوه العيد الكبير. كل سنه وانت طيب. امين امين امين. كل سنه.